فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال: وأنت ترى عامة كلام أحمد إنما يثبت الرخصة بالأثر عن عمر أو بفعل خالد بن معدان ليثبت بذلك أن ذلك كان يفعل على عهد السلف ويقرون عليه، فيكون من هدي المسلمين لا من هدي الأعاجم وأهل الكتاب، فهذا هو وجه الحجة، لا أن مجرد فعل خالد بن معدان حجة. الإمام أحمد رحمه الله كان لا يفتي بفتوى إلا إذا سبقه من أفتى بها من السلف رحمه الله، ولا يستقل بفتوى لأنه يخاف من الخطأ، فهو يريد أن يتبع من سبقه ويهتدي بهديه. هذا شيء معروف من أصول أحمد رحمه الله ومن ورعه واحتياطاته، أنه لا يستجد أو فتوى يفتي بها لم يسبق إليها، ولهذا كان حريصا على هدي السلف في هذا الأصل، وهو مسألة ما فيه التشبه وما ليس فيه تشبه. نعم. قال: ترى عامة كلامه إنما يثبت بالرخصة عن عمر أو بالأثر عن عمر أو فعل خالد بن معدان ليثبت أن ذلك كان يفعل على هدي السلف. إنما كان رحمه الله يعتمد في فتاواه وأقواله على السلف، إما أقوال الصحابة إن وجد، أو أقوال التابعين، أو أقوال من سبقه من الأئمة من أئمة الفقه، كان يقول بقولهم ما وجد إلى ذلك سبيلا، فإذا لم يجد شيئا فإنه يتوقف، المعروف عنه أنه يتوقف احتياطا هذا العلم. فهذا مما يدل على تثبت هذا الإمام وعلى ثباته على الأصل، وعلى أنه لا يندفع في استحداث الأشياء التي لم يكن فيها هدي سابق من هدي المسلمين.